صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح النور مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم، حلقة جديدة ويوم جديد وبرنامجكم صباح النور. حلقة النهاردة بتاريخ يوم الاثنين 7/8/2023. يا رب يوم جديد كله خير وبركة وصحة وسعادة وكل الأمنيات وكل الحاجات الحلوة، والعيد ميلادهم بتاريخ 7/8. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير. صباح الفل. صباح الفل زي حضرتك. و8 شهر العظماء برضه، ما حدش قال حاجة. هو انت اي شهر؟ شهر العظماء في السكة. لا انا بعبر عن اعجابي باشهر معينة يعني. صباح الخير. صباح الفل. صباح الخير، صباح السعادة، صباح الابتسامة، وصباحكم كده يا رب كل رزق وعافية وراحة بال وكل الحاجات الحلوة وكل امنياتنا الجميلة على كل مشاهدينا الغاليين في كل مكان. وكل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا بألف خير. بما اني بقول اني بحب شهر 8 جدا 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 جدا، ومن احلى الحاجات اللي بتبقى مخلية شهر 8 كده مميز كل سنة صوم الست العذراء. النهاردة أول يوم في الصوم، يا رب أيام كلها خير وبركة وصحة وسعادة وكل حاجة حلوة يعني. كل سنة وانتم طيبين، وبركة أمنا العذراء مريم تكون معاكم. طبعا صوم العذراء ليه في قلب كل واحد فينا معزة خاصة، يعني حتى الناس يمكن اللي بتتعب من الصوم، طريقة أكل معينة، أمراض معينة، يجي في صوم العذراء يقولك لا أخليها على الله، دي مش ممكن، ما ينفعش يتعدى يعني. 15 يوم من أجمل الأيام بيبقوا في تاريخ الكنيسة، بتبقى أيام كلها تسبيح وصلوات ونهضات وحاجات حلوة وجميلة. استمتعوا بال 15 يوم دول في كل مكان كنت، كنت في قرية، كنت في مدينة، كنت بره مصر في الكنيسة بره، استمتع بال 15 يوم دول وبركة أمنا العذراء تكون معاكم. ايوه احلى حاجه كده، تحس الوقت بتاع صوم العذراء ده كله بهجه طبعًا وفرحه طبعًا ويعدي هوا ونشاط، وايام تعدي بسرعه جدا. وتروح كل الكنايس اللي على اسم الست العذراء تلاقي النهضه في ال 15 يوم دول. الاديره اللي على اسم الست العذراء تلاقيها كده زحمه ما تعرفش، عارف فين يعني ايه، المصريين كلهم والناس اللي من بره مصر، وكل واحد ليه طريقه بيعبر بيها عن محبته ليها. فمعرفش يعني، حتى اصحابي يقول الناس اللي بتتعب من الصوم بتيجي في الايام دي وتصوم، تحس اللي بيبقى نادر انه يصوم بميه ملح واللي بالبخار واللي بالفاكهه يعني تحس الشهر مليان خير كده في حاجات حلوه كتير يعني. ايه بالبخار دي؟ بس انا مش بعرف. بصي اقول لك على حاجه بجد، انت ساعات بتقعدي تقولي كلام وتقولي ورا بعضه، بس انا عندي مشكله ان انا فعلا ببقى مركز. انا بعرفش اعدي الكلام. لا ما تعديش. يعني ايه بالبخار؟ انا بتعامل على ان انت عارف يعني، بس انا عارف. بتعامل على ان انت يعني المعلومه عاديه، بس مش ببقى قصدي ان اكل الكلام عشان انا عارف. انا عارف ناس فعلا بميه وملح دي خلاص متعرفه. أيوة. بالبخار يعني ايه؟ تسوي الاكل بالبخار، ما تحبش الاكل يبقى مطبوخ يعني. ما يعني ايه بالبخار؟ حله بريستو يعني؟ طب لا، مش كل الناس عندها بريستو. خلينا في الفاصله بشرحها. بصي انت معايا، ما تقعديش تقولي اي حاجه وخلاص. حاضر. ماشي من فضلك. ممكن طب بيني وبينك عشان مش هنقلبه مطبخ دلوقتي. طيب خلاص هقول لك تسوي الاكل بالبخار ازاي. ماشي. يعني واختصرني دلوقتي عشان ايه ما نختلفش. اختصار عباده. اختصار عباده. يعني ايه اختصار عباده اصلا؟ يعني مش عارف. اختصار عباده؟ ليه عباده؟ لا ده مقوله، ما احنا عندنا مقولات كتير فاشله. امثال شعبيه كتير. احنا عندنا مقولات كتير فاشله يعني. طب صح ولا غلط؟ بفكر في مقوله وانا جاي بس كانت فاشله جدا. ايه؟ قولها. ايه؟ ايه؟ ايه اللي كنت تفكر فيها وانت جاي؟ كان يعني كانت خناقه كده سمعتها من يومين ومعرفش ضربت في دماغي وانا جاي الصبح. تمام. فحد بيقول لحد ان جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك. فلو فكرت بيها في كل حاجه استحاله بني ادم طبيعي يعمل كده. ده بالعكس، ده يحط ابنه فوق راسه ويموت. صح. هو وعن طيب خاطر. صح ولا لا؟ صح جدا. فقصدي اقول لك ان في مقولات فاشله احنا بنقولها، بس الاختصار عباده دي نرجع تاني بقى للاختصار عباده. بس اللي انت بتقولها هي مش بتتاخد بالمعنى الحرفي يعني. جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك، هو مثل غلط جدا، بس هو المقصود بيه فاشل. مش طبعا فاشل، بس هو يقصد ان ايه، انجب نفسك مهما كان، ما اقصدش ولادك اللي هم ولادك. لا لا، ما برضو يعني برضو ده فاشل. معاك القاده سواء في البيت كان اب بيت. صح. او مدير في شغل او صاحب عمل او كذا او كذا او كذا، ما ينفعش يعني يفرض ذاته ان هي ينجيها على حساب الاخرين. طبعا ده لو قائد سفينه حصلت فيها مشكله ينزل الناس الاول المراكب واللي يامن كل حاجه، واخر واحد نفسه. صح. يفكر فيها. احنا كده قلبنا الموضوع، زمايلنا هيزعلوا مننا. لا خلاص يلا خلينا. بص احنا عايزين نتكلم النهارده في المثل بتاع الاختصار عباده، رايك ايه؟ يقول لك ايه بقى؟
ما تتعودش ان انت تتعامل مع الجيران الاختصار عباده. لما تكون مناسب بلاش تقعد كل شويه رايح جاي، الاختصار عباده. ما تقعدش تاخد على الناس قوي والناس ياخدوا عليك قوي، وخليها كده الاختصار عباده. رايكم ايه في حته الاختصار عباده؟ بعيدا عن فكره العباده ومش العباده يعني، بس هل الاختصار او ان احنا نختصر بعض مش نتخاصم لكن ما نتعاملش مع بعض، او نتعامل في اضيق الحدود، دي حاجه كويسه ولا حاجه وحش؟ انا هقول وجهه نظري بس مش عايز ابتدي بيها عشان ما يبقاش انا بفرض رايي، او انا عشان عندي الميزه اللي مش عند حضراتكم ان انا اقعد اتكلم كتير فافرض رايي. ما هو لازم تعبر عن رايك. ايه؟ لازم تعبر عن رايك. لا بعد حضرتك. ورايك يمثلك لوحدك، ما يمثلش اي حد تاني. شكرا، كتر خيرك، شكرا، ماشي، اتفضلي حضرتك، اتفضلي. طبعا خلاص ابتدي انا بقى اقول رايي. لا ابتدي طبعا انت رايي طبعا. عموما هو الاختصار غير الخصام. خلاص، فالاختصار ده مطلوب، ومش معناه ان احنا بننعزل عن الناس وما بنبقناش علاقات اجتماعيه. في واحد اصلا مش مندمج مع الناس، ما عندوش علاقات، ما يعرفش مين جاره ومين جنبه في الشغل، ملوش علاقه باي حد، وهو اتربى وطلع على كده، او ما عندوش ثقه بنفسه، اتعرض لمواقف محرجه من ناس، حد بيكسفه كتير، ما بيعرفش يواجه، فتلاقوه ان هو طول الوقت منزوي، طول ما أنا وياخد المثل ده ويقول لك لا اصل الاختصار عباده، احنا اتربينا على كده، لا يدعى بحد ولا حد دعوة بيا. ما هنا المثل غلط، بس لو جينا نطبقه الاختصار عبادة على ناس بنختلف معاهم، يعني حد علاقتك بيه دايما جايبه لك مشاكل، مختلفين في الرأي طول الوقت، أيوة مش لازم تخصمه، بس تتعامل معاه زي ما انت بتقول في أضيق الحدود. يبقى انت كده جواك سلام، مش متخاصم مع حد، بس اختصرته صباح الخير صباح النور. مش لازم بقى يبقى الكلام وتحكي لي واحكي لك واللي يجيب مشاكل. ما نختصر. بس اقول لك على حاجة، لو رحت سكنت النهاردة في عمارة جديدة هتلاقي نوعين من الجيران. نوع يعني في أضيق الحدود اخره هيقول صباح النور صباح الخير. تمام، فتردي تقول له صباح النور. تمام. وفي نوع تاني هتلاقيه واحد ست بتخبط عليكي بتقول لك بقى تبقوا جيراننا وما يتعرفش عليكم. احنا جايين نزوركم. ازاي تبقوا جيراننا واحنا ما شوفي. وقتك فاضي امتى؟ وانا هجيلك. وتروح جايه لك جايبه لك طبق البسبوسه معايا اللي عاملاه في البيت، كتر خيرها، وتقول لك ايه، لا ده احنا محتاجين نتعرف. ايوه تمام. فدول دول نوعين. تمام. فكره الاختصار بقى تيجي ازاي بقى؟ مش عارف انا. لا ما هو برضو حتى لو في زيارات برضو باختصار. احنا يعني احنا عشان مجتمع بنحب العشره والخلطه. والبيوت مفتوحه على بعض والبيبان مفتوحه على بعض. ما بقاش. لا لو انت خدت على حد شويه. يعني جارتك او جيرانك دول لو جم عشان يزوروك فهم. انت قلت في نوعين، في حد القعده تجيب وانت ايه وجوزك بيشتغل والولاد ده في كليه ايه، امال احنا انا مش شايفه حد جه زارك من ساعه ما جيتي. فبالتالي السؤال في حد هربانه ولا ايه؟ وهي ترد وانا ارد، فانا حاسه ان انا يعني اتحطيت تحت ضغط ان انا احكي كل حاجه. بتطلع معلومات. لا بصي، انا مع فكره الاختصار وفكره الناس زمان كانوا فاتحين البيوت على بعض، يمكن ده كان ميزه في وقتها. صح. يعني البيت اللي كان ساكن فيه ابويا يعني، او لما كنا واحنا صغيرين كنا فاتحين الشقق، الناس كلها عارفه بعض، كنا فاتحين الشقق على بعض يعني. لا ده هو يعتبر احنا بنقفل الشقق لما نيجي ننام. صح. يعني فاهم ازاي؟ كل واحد ايه كده يلم كتاكيته ونبتدي ننام. بس هل ده ينفع دلوقتي؟ لا. انا رايي ما بقاش ينفع. لا ما ينفعش. ما بقاش ينفع. ليه؟ الاول يعني كان ما اعرفش كان وقت يعني في زمانها او في وقتها او طبيعه البشر اللي كانوا عايشين في الوقت ده من 30 40 سنه وما قبل كان ليهم طبيعه مختلفه عننا. النهارده لا ما ينفعش، يعني صعب. النهارده بيبقى في نفس العماره في تفاوت في الثقافات وتفاوت في الافكار وتفاوت في حاجات كتيره جدا. كان زمان نسبه التفاوت دي ضئيله جدا جدا جدا، تقريبا نفس الاهداف نفس الافكار نفس حتى المستوى الاجتماعي. يعني من 30 40 سنه مثلا او اكتر شويه كنت فين وفين لما تلاقي في الشارع واحد عنده عربيه.
تمام، فحتى نفس المستوى نفسه قريب جدا من بعض. النهارده بتلاقي واحد معاه عربيه، فواحد معاه بيعلي عليه عنده عربيه اغلى قوي قوي، وحد مش عارف عنده ايه، وحد ما عندوش، وحد مش عارف ايه. فحتى فكره التفاوت الماديات بقى مختلف جدا، الافكار والتعليم بقت مختلفه جدا. كان جه في وقت من الاوقات حتى التقارب الثقافي والتعليمي والافكار كانت ما كانش فيه التشدد قوي في بعض الحاجات زي دلوقتي. فقصدي اقول يعني انا مع فكره الاختصار، لا انا مع فكره اني مش نعيش لوحدنا، يعني ما اقصدش بس نكون مشاركين ومجاملين وكل حاجه، لكن في حدود. جاري مثلا حصل مشكله لا قدر الله عنده عزاء، لازم اروح، يعني لازم اجامل. عرفت ان هيتجوز بنته، لازم اقول له مبروك، ومفيش مانع حتى من هديه، بس بدون الخوض في التفاصيل والدخول في التفاصيل. احنا حتى لو كنا مختلفين مع بعض في حاجه، لما المفروض ان هو ده الفرق بين الاختصار وبين الخصام، ان احنا لما نبقى مختصرين، بس حصل عند جارك ده ظرف وحش او حلو، المفروض ان انت تجامل، فدي حاجه كويسه. ان انت تعمل واجب مع ناس، ده دي اصول، ده واجب، ده اللي قدامك هيشيلها لك، ده هيشوفك ابن اصل زي ما بيقولوا. ان رغم ان احنا اختلفنا في الراي في حاجه، لكن لما جه الموقف لقاك ممكن انا ما كنتش اول الناس اللي موجودين. عشان احنا مختلفين، لا انا بحط اسباب للاختصار. لا ده انا هقول لك، حتى لو في خصام هروح واعمل الواجب، واحتمال ما اعرفش هكمل ما كلموش ولا لا، بس على الاقل الواجب ملوش علاقه باي حاجه. لا وساعات صدقني لما بيجي وقت الواجب او الظرف اللي حصل، حتى لو كنا متخاصمين بعد الواجب، ما انا عملته بعد ما عملنا الواجب ده، لما بنتقابل مع بعض وشنا في وش بعض، بتلاقي نفسك الحته دي اتكسرت. صباح الخير صباح النور، حتى لو ما كانتش موجوده، بس لما اتقابلنا في ظرف وشاف ان انت عرفت تفصل ازاي وعملت الواجب، يجي لما يشوفك يقولك متشكر ان انت جيت، طبعاً صباح الخير طبعاً، صباح النور. اي حاجه طبعا الحته دي اتكسرت. تخيلوا انا بتكلم مع، تخيل ان انت في بيت عيله، الناس بتتجوز في بيت عيله، والمشاكل اللي بتحصل في بيوت العيله، هو انا يا اما البيوت والبيبان مفتوحه على بعض، يا اما نبقى خصمين ومتنكدين، وفلانه عملت وفلانه عملت وعيالها قالوا وعياله. طب ما احنا ممكن يبقى بينا برضو المحبه، ونتعامل على ان الاختصار عباده، يعني مش لازم اسراري واسرار بيتي، ومش لازم اكلي وشربي وحالي ومش عارف وسلفتي دي لا، ما هي دي برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنفرق، وما بنعرفش نعمل التوازن ما بين المحبه وصله القرابه، وما بين الخصوصيه واحترام الخصوصيه. بس عايز انوه على حاجه، ينفع هل تسمحي لي؟ معلش احنا طبعا حاطين ارقام التليفونات على الشاشه، بس يبدو ان في يعني مشكله في الخطوط خارجه عن ارادتنا، ملهاش علاقه بينا خالص، فاللي بيحاول يتصل ما يتضايقش مننا، احنا مش بنسمع الجرس وما بنردش، عشان في البعض يقول لك ده يزعل، قاعد يرن 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 وانتوا ما رضيتوش تردوا ابدا. زمايلنا بيبقوا مهتمين جدا باتصالاتكم، وبتفرق معانا جدا، حتى اللي ما بنقدرش نرد عليه اثناء الهوا نقول له طب هنقول سؤالك كذا مره، تقولوا لنا يعني نقول في انا وهبه جالنا متصل بيقول كذا كذا، بيسيبوا سؤالهم في الكنترول لو ما لحقناش. بس بنعتذر اذا كان في عطل في التليفونات او في الخطوط خارج عن ارادتنا، وزمايلنا بيحاولوا بكل الجهد يعملوا كده، بس ده الموضوع ده ملوش علاقه بينا احنا، ده خطوط التليفون يعني. هتلاقوا كده يعني اول ما تتصلح ناخد اول تليفون ان شاء الله نلحق يعني. عايزه ايه؟ عايزه رايك في موضوع بيت العيله، ما هو ده برضه من ضمن الحاجات الاختصار. اللي بص انا هقول لك على حاجه، بيت العيله لما احنا بنفتح الشقه على بعضيها والبيوت على بعضيها، دايما في مشاكل، دايما في مش، هو عامه بيت العيله في مشاكل. هنعرف نعمل موضوع الاختصار عباده جوه بيت العيله؟ يعني انا شايفه انه ده الصح. انا رايي فكره ان الناس لازم تاكل مع بعضها، والشقه دي لازم تاكل مع الشقه دي، ودي مش عارف ايه، ده غلط. انا رايي اني نربط يعني تفاصيل يومنا ببعض، ده غلط. نربط ان انا لازم اقول لك انا نازل ورايح المكان الفلاني، ده غلط. يعني طول ما في كل مكان في خصوصيه، لا انا بزعل منهم ولا هم بيزعلوا مني، لان في ناس انا يعني بشوفهم يعني بعرف ده، يعني يقول لك ايه مثلا، ايه اصل انا ما ينفعش اخرج مثلا انا وعيالي غير لما اقول لامي او لابويا ان انا رايحين فين، ان احنا رايحين فين، ويسببها لك بقى عشان ما يقلقوش علينا، عشان لا ملوش دعوه يعني. ما الحته دي اللي بتبقى فيها التفصيله الزياده، ازاي يروحوا مثلا يعزموا اصحابهم عاملين عيد ميلاد لابنهم وما عزموناش. ايوه هو ممكن يكون عاملين عيد ميلاد لابنهم وهيعملوا عيد ميلاد تاني مع بعض، بس هم جايبين اصحابهم. يعني قصدي اقول ان فكره
ان احنا العشم الزياده، فتح الابواب على بعض بزياده، ده بقى يعمل مشاكل كتير جدا جدا جدا، ومشاكل على كافه الحاجات. يعني مش عايز ادخل في الغويط واقول على بعض المشاكل، لكن في كل الاحوال اقفل بابك، اقفل بابك، اقفل بقك. كل ما بتقفل، ما عدا المذيعين عشان ما يعرفوش يقفلوا بقهم. كل ما بنقفل بقنا شويه، نقفل بابنا شويه، كل ما قللنا المشاكل. انا ده وجهه نظري في حته بيت العيله والاختصار. وهي بقى لو احنا عممناها هتلاقوها ان هي دي الحاجه اللي بتخلي فيه علاقه حلوه، في احترام، في محبه، في كل حاجه. وبقى الحقيقه انت ممكن تلاقي شويه امثال كده تحس انها عكس بعض، بس هي مش عكس بعض. هي الحكايه كلها محتاجه مننا حكمه ومحتاجه مننا توازن. يعني المثل اللي بيقول جنه من غير ناس ما تنداس، هي معناها انه ما ينفعش انك تعيش لوحدك. يعني طبعا ما عدا الراهب اللي بياخد قرار بالانعزال عن الناس ومع ذلك بيعيشوا في حياه شركه، يعني هي برضو ايه الرهبنه ليها قواعد الواحد بيمشي عليها. مش كل راهب بينعزل، مش كل راهب بينعزل. مثلا نسبه في الدير كله نسبه من 1 لـ 2% بالظبط. لكن في حياه شركه مع بعض، فجنه من غير ناس ما تنداس برضو ده مثل صح. احنا من غير الناس اللي حوالينا هنحس بايه؟ انك انت تعيش ان انت وحيد، لكن علاقتك بالناس اللي حواليك وانك تلاقي الناس في وقت فرحتك وقت أزمتك وفي نفس الوقت انت تكون معاهم في الاوقات اللي زي دي. لكن هي الذكاء هبه، الذكاء الاجتماعي، توازن وذكاء اجتماعي. لازم تعمل اللي هو التوازن. اللي هو انا مثلا انت ما دام اتجوزت وانفصلت عن اسرتك، حتى لو انتوا عايشين في نفس البيت، مفيش حاجه اسمها هم يعرفوا عني كل حاجه وانا ابويا وامي يعرفوا عني كل حاجه وانا اعرف عن ابويا وامي وخصوصياتهم كل حاجه. مفيش حاجه اسمها كده. يعني طالما انت انفصلت اسريا عنهم، مفيش حاجه اسمها ما انا بقولها لما بنلخبط الدنيا على بعضها حياتنا بتفضل طول عمرها متلخبطه. لما بنربط مستقبلنا ببعض غالبا مش هيبقى فيه مستقبل كويس. يعني ايه؟ يعني انت ما ينفعش تعمل تجاره من غير اخوك ومن غير ابوك ومن غير ابن عمك. لحسن يزعل، احنا بناخد كلمه لحسن يزعل. يزعل من ايه؟ حياتك الخاصه وقراراتك اللي تخص حياتك ما تخصش غيرك، وما ينفعش طول الوقت تبقى رابط نفسك بكده. واحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، بس انت شوف مصلحتك فين، حياتك تمشي ازاي، شريكه حياتك او شريك حياتك اللي في البيت واولادكم هم دول الدايره اللي المفروض الاقرب انك تاخد معاهم القرارات. لكن لو على مثل بيت عيله انك داخل خارج هتعمل شغل لازم تخبط على الباب، انا هعمل ايه رايكم وانا خارج، معلش عشان ما تقلقوش علينا. وبعد كده نلاقي بقى مصمصة الشفايف والكلام ومن ورا ظهرنا، بصي عمل ايه ده، هي اقنعته بايه ده، ما هو بص من يوم ما اتجوزها عامل ازاي. الكلام ده كله ليه؟ وغيرة السلايف من بعضهم، كل ده بسبب ان احنا حياتنا مفتوحة على بعض. غير لو احنا عودنا نفسنا ان احنا حاطين حدود لكن بيننا علاقة حلوة مش خصام، هتلاقوا الحياة احسن كتير. يعني احنا بمختصر المفيد هيبقى نعمل كل ده ولكن بمحبة. صح. في حب، بحب. يعني مش شرط مثلا يعني ابويا او امي هيجي يسالني سؤال اقول له مالكش دعوه انا انفصلت في حق. يعني مفيش حاجه اسمها كده. يابا ما تشغلش بالك، ده موضوع كده، يعني احنا يعني ده صلي لي بس انت مش عارف. يعني في كلام لين وحلو وما بيديش اللي قدامي اصلا. تقول لي هو ابوك هيكره لك الخير ولا امك تكره لك؟ ايوه الكلمه دي بتتقال. الكلام ده الكلام المحرج. يعني لما أبداً تقول الكلمه دي تلاقي نفسك اتحركت ومضطر ان انت هتقول واخد مراتك وخارج وايه رايحين فين، اصلا ما كانش ليا مزاج انزل، ده هي اصرت ان انا ننزل فقلت اخدهم وانزل شويه، شوف بس شوف عملت ايه، شوف الا مش مديله فرصه انه يريح شويه. هتلاقوا الكلام، لان طريقه الاجابه اللي انا جاوبت بيها على السؤال هي مش احسن حاجه. اللي هي ما تقلقوش احنا كويسين، احنا بس مشوار صغير وراجعين. الكلام ده مش بتكلم بس على بيت العيله، لكن بتكلم في العموم. علاقتك بجيرانك، علاقتك باصحابك، علاقتك باهلك، علاقتك بالمجتمع اللي حواليك لازم تبقى حلوه، ولازم يبقى عندك عشره، يبقى عندك صداقات. بس امسك كده العصايه من النص عشان تعمل توازن، ولا تفتح قوي قوي وحياتك كلها عند الناس خلاص، ولا ان انت تختصر وتقول اصل الاختصار عباده. فما فيش حد حواليك، مفيش حاجه، مفيش حد بيعرف يعيش لوحده، وما نختارش الناس اللي حواليك. على اخر فقرتنا ابتدى تقريبا التليفون التليفون ابتدى يشتغل يعني. نلحق. طب معانا مين؟ طيب حالا يبقى معانا. لكن انا برضه هيبقى يعني النهارده مش عارف اختلف قوي معاك يعني.
مش جاي فاهمه ازاي؟ الحمد لله مره من نفسنا. بس هقول لك على حاجه، اللي اتكلم بالمنطق والعقل هي مش يعني هي مش مبارزه. قصدك ان انا لاول مره اتكلم بمنطق والعقل؟ لا، من المرات القليله يعني، ما عشان ما ابقاش كذاب. حلو الكلام ده ولا بيضايق؟ ماشي الحال. ماشي الحال. ف انا معاه جدا فكره لا معلش التليفونات لازال فيها مشكله، احنا اسفين. فكره ان انا اختصر او ان انا اكون في حدود ما بيننا، ابدا بدون كراهيه، ابدا بدون ان احنا ما بنحبش بعض، ابدا بدون ان احنا ما بنكبرش الكبير، ومش ابدا فش الكلام ده. الحدود ما بتزعلش، والكلام اللين ما بيزعلش، والكلام اللي بحب وبمحبه ما بيزعلش. ما بيقول لك ازاي يعني انت عايزني ما اقولش لامي؟ طب لو انا حاسس او من جوايا وعارف ان امي هتحكي لبقيه اخواتي، وانا عندي 6 7 8 حد عنده اخوات كتير مثلا، تمام، وهو عارف ان امه بتحبهم كلهم، فهتفرحهم اتفرح يروح امي يروح قايل لماما انا هعمل 1 2 3 في حاجه انت مش عارف توصلها. حتى لو هي قالت لك مش هقول لحد، تمام. يعني طب قول يا ابني صدقني. طيب. انا هقول لمين؟ هستاذنكم يعني. نخرج لفاصل، لسه معاكم، نخرج لفاصل ونخرج للآية. والنهاردة معانا كمان هيبقى معانا حلقة قوية جدا، وكل اللي بيسألوا كمان عن أمراض القلب وكده يعني هيستمتعوا معانا النهاردة بحلقة جميلة. فاصل ونرجع تاني. بسم الآب والابن والروح القدس، الله واحد، أمين. آية اليوم هي من سفر النشيد، نشيد الأنشاد، الأصحاح 4 وعدد 12. بتقول إيه؟ آية كلنا حافظينها ونتأمل فيها. أختي العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. سفر نشيد الأنشاد يمثل المحبة بين الله والكنيسة، وبين الله والنفس البشرية. أختي العروس، إنه تواضع من رب المجد أن يدعو النفس البشرية أختي، زي ما قال رب المجد إنه يدعونا أخوة. لما قال للمريم المجدلية بعد القيامة ومريم اللي معاها، اذهبا وقول للتلاميذ إخوتي أن يذهبوا إلى الجليل، قول لأخوتي أن يذهبوا إلى الجليل هناك يروني. كم هي محبة عظيمة من رب المجد أن يدعونا إخوة له. هنا يصف رب المجد النفس البشرية بأنها أول حاجة جنة مغلقة. في حاجتين هنا، جنة، الجنة دي بتبقى مليانة بالثمار، فالنفس البشرية المؤمنة اللي عايشة مع ربنا تلاقيها مملوءة بالثمار. إيه هي الثمار دي؟ هي ثمار الروح القدس التي تعمل فيها. فيها محبة، فيها فرح، فيها سلام، فيها إيمان، فيها وداعة، فيها تعفف، فيها صلاح، فيها كل حاجة حلوة مملوءة بالثمار المقدسة. جنة مغلقة أيضا هي تعتبر فردوس مملوء بكل الفضائل، فضائل اللي بيطلبها مننا أن نعيش فيها رب المجد، ليكون لنا نصيب صالح بعد ما نسيب الأرضيات اللي احنا عايشين فيها. ففيها ثمار وفيها تعتبر فردوس، فيها كل الفضائل. لكن في نقطة تانية خلي بالك، هي جنة مغلقة. مغلقة يعني إيه؟ يعني لها أسوار لا يستطيع أحد أن يخترقها، لا تستطيع الثعالب المفسدة للكروم أن تخترق هذه الأسوار، لا تستطيع محبة العالم أن تخترق هذه الأسوار. هي جنة مغلقة، لا يستطيع محبة المال أن يخترق هذه الجنة المغلقة. جنة مغلقة لها أسوار، أسوار قوية جدا، ما فيش حاجة عالمية تقدر تخترقها. ثم يقول عين مقفلة وينبوع مختوم. عين مقفلة وينبوع مختوم هي عين ماء فيها الماء الحي. الماء الحي ده اللي قاله السيد المسيح للسامرية، لأن ماء العالم اللي بيشربه دايما عطشان،
فقال لها: من يشرب من هذا الماء يعطش، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا يصير فيه ينبوع حياة، ينبع إلى حياة أبدية، في يوحنا 4:14. هو ده الماء اللي قال عنه السيد المسيح برضو له المجد: من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون مزمعين أن يقبلوا. إذن هي ينبوع ماء حي تعطي حياة، لكن في نفس الوقت ينبوع مختوم. ينبوع مختوم يعني إيه؟ يعني مش مفتوح لأي شيء يلوثه. المية اللي سايبينها كده ممكن تكون متلوثة، لكن ده ينبوع مختوم، يعني مفيش أي حاجة تقدر تلوثه. دي النفس اللي عايشة مع المسيح له المجد، مفيش أي خطية تقدر أن تخترقها. الكتاب قال لنا أولاد الله لا يخطئون، ولذلك لما تيجي خطية تلاقي هذه النفس بتبغضها وتكرهها وتهرب منها، كما حدث مع يوسف الصديق. أي مؤمن عارف أن الخطية ضد الله، ولذلك يبعد. هو عنده ينبوع مختوم، ينبوع ماء حي، إزاي يلوثه؟ ده درس لينا احنا، عشان تكون نفوسنا جنة مغلقة وعين مقفلة وينبوع مختوم. ولذلك القلب إمتى يكون ينبوع مختوم؟ لما يكون ساكن فيه ربنا، لما قلبك يسكنه ربنا، لما قلبك هو هيكل للروح القدس، تحس بأنه جنة مغلقة وعين مقفلة وينبوع مختوم. فأنت انظر إلى نفسك، هل كلامك كلام مقدس؟ هل تصرفاتك مقدسة؟ هل نظراتك مقدسة؟ يا أخي إن كان كده يبقى يا بختك، لكن إن كنت بعيد وليك نظرات شريرة، ليك كلام شرير، اللسان غير صالح وغير نقي، لا، توب وارجع واطلب من ربنا. قل له: يا رب أنا محتاج أن أكون زي ما أنت قلت لأي نفس مؤمنة أنها تكون جنة مغلقة وعين مقفلة وينبوع مختوم. هذا يأتي من خلال محاسبتك لنفسك. حاسب نفسك وشوف حواسك مقدسة ولا طاهرة. لكن خلي بالك، رغم أنها مقفلة لكن بتنفتح. تنفتح ليه هذا الينبوع المختوم؟ عشان يروي الآخرين عن طريق تعزية ونصح وتسبيح وعطف ومحبة، زي ما كان بيحدث مع أبائنا القديسين. يعني شوف القديس الأنبا أنطونيوس كان إزاي يروي تلاميذه بكلامه المقدس. أيضا أبائنا الشيوخ في الأديورة وأبائنا الشيوخ في الاعترافات يروون تلاميذهم بالكلام المقدس اللي خلي طهر قلوبهم ونفوسهم ويجعلهم. يا أخي اطلب من الله أن يقدس نفسك ويعطيك حكمة لتكون نفسك جنة مغلقة. شوف ملكة سبأ راحت لسليمان الحكيم عشان تاخد منه حكمة، لكن ربنا كلي الحكمة. اطلب منه حكمة واطلب منه قداسة وطهارة ونقاوة لقلبك ونفسك فيعطيك. هو قال: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. لإلهنا كل إكرام ومجد من الآن وإلى الأبد، آمين.